تطور العادات والتقاليد والتنوع الموضات، أصبحت صالونات التجميل قبلة للنساء الباحثات عن الأناقة والجمال، لا سيما الفتيات المقبلات على الزواج أو المدعوات للأعراس والحفلات. ولعل من أبرز ما يميز هذه الصالونات هي الخبرة التي تمتلكها ملكات هذه الصالونات، اللواتي يتميزن عن بعضهن البعض بخصوصيات في طريقة العمل وطريقة التعامل مع الزبائن. عينتنا اليوم من ولاية مستغانم، أين قصدنا السيدة فتيحة بالحمري صاحبة محل صالون بيوتي للتجميل والحلاقة، أين رافقناها أثناء عملها. الماكل تاعنا هايلة جديدة جبناها اليوم إن شاء الله، جيسبر ان شاء الله ما شاء الله عليها راهي شويبه، وان شاء الله نزيدها لاتوش تاعي تكون شابه اكثر ان شاء الله بربي، وان شاء الله تعجبكم. تفضلي شوفوا الماكا تاعنا، بسم الله راهي ان بو تسغني كما راكم تشوفوا. بون لابو تاعها توجور نشوفوا لابو تاع لا ماري كيفاش تكون، كاين اللي عندها لابو سيش، كاين اللي لابو غراس، كاين اللي ميكست، وكاين اللي تري سيش و تري غراس. بون الماكله اللي قدامي هنا راهي عندها لابو ميكست، عندها لازونتي اللي راهي قدامكم هنا غراس، ومنا اللي ان بو سيش، دونك هنا تسمى اون بو ميكست. اون فا كومونسي ان شاء الله بربي بلا باز. بون كي تكون عندنا لو كا كيما هذا نبداو بلازونتي، هي الاولى نديرو لها لا باز تاعها. لازونتي كيما هكذا نديرو لها اون كريم ماتيفيون، هي الاولى اون باز ماتيفيون نبداو بها باش نشفو لها لو غا هو الاول. بعد اون كومونس بلو تان كومبلي، اون فا كومونسي هاوليك. هادي هي لا زونتي لي غراس، نبداو بها ونشفو. كي نكملها لا باز غادي نفوتها لها، ندير لها لو تان. انا توجور نبغي لو تان تاعي يكون بارفي، كي نكمل لو تان تاعي نجوزها لا دوزيام كوافيز اللي معايا تكمل تاني هي المهمه تاعها. دونك هنا رانا ايكيب متعاونين، مهم باش نسرحوا العرايس ما يديرونا ما نديرو لهم لا بريسيون، نتعاونوا ونسرحوا. ولا توش تاعي ديما تبقى لا توش تاعي. Pour commencer fond de teint pour les mariés, toujours tibou le buste. Tibou le buste à la mariée. Ma nqadrouch ndir tibou le visage. Le visage toujours il compte la plupart تاع les mariés كل visage تاعهم toujours قابل السمش يكون فونسي على le teint تاع le corps. Donc tibou le buste, نشوفو كيفاش داير باش نعملو لها visage. نديرو le fond de teint كاع كيما le buste كيما le visage. يكون كامل كيف كيف. ما نقدروش نفونسو لو فيزاج ولو بيست تاعها كلير، تبقى عندها ديكالاج تاع الفلابو تاعها في الفون دو تان. افون كومونسي فون دو تان سمحولي اون فا ريغلي هادو، شوفوا كيفاش راه عندها دي بوطون هنايا، هادو ريغلوهم بالكوريكتور فيغ. دونك نبداو دروك كيما هكا، ما نقدروش نديرو نابليكو الفون دو تان ديريكت امبوسيبل، باسكو راه عندها بروبليم في لو تان. بون راه عندنا هنايا راه عندها كيلكو بوطون روج on doit les régler. On a les cerner. Donc on va régler les boutons avec correcteur vert. On touche tout ce qui est bouton rouge. On déroule le vert. Va y avoir une bande mine. Oui, camouflina avec les boutons rouges. Mais le fond de teint, ça éclate pas mes benches. Pour corriger les cernes, on est obligé de mettre l'orangé باش نكامفلو، سينو كل وكان ما نديروش هاد الاورانجي كامفلو بيه لي سير فون دو تيغ ترجع لنا تعطينا لو تان غري، اون اي اوبليجي دو ميتر سا. والحمد لله اون ترافي افيك اني باينه ومعروفه بلي نخدم بلي مارك بزاف شابين، دي مارك بروفيسيونيل، و اوبليجي الماكياج يكون دي مارك بروفيسيونيل.
يكون جوزو تاني اللي راني مازال ما كملتلهاش، جوزو المانكين زوجة جوزها لكم. انا كملو في الغوتوش تاوعها، انا في الفراجو قالها الهايلايت. دركا رانا في الهايلايتر، هاي الماكا كي شغل هذا اللي يعطي اللمسة أخيرة تاع الماكياج. المهم هذا الماكياج تاعنا اللي بوكو بلو سواري مع لي توني تراديسيونيل او بلونش، يقدر يجي مع كلش، يبقى هذا ان بو فرونسي على لو برومي داكور. دركا راني في لا فينيسيون، هاي كملتها الكوافيز اللي معايا، الماكياج اللي معايا، دركا لا توش تاعي، لا ديغنيغ توش تاعي كملها برا. انا في الغيسيل وباقي لنا الالينغ، هاي ديك المانكات تاعنا اللي بدينا معاها الساع اللي كانت سون ماكياج، هاوليك دروك لا فينيسيون تاع الماكياج تاعها. بعد ما كملت لا توش التالية تاع الماكياج تاع المانكات تاعنا، غادي تجوز دروك ديغيكتومون لا كوافور، ونقولكم عندي سيربريز بزاف شابة ليكم، وبقاو معانا. الماكياج تاعنا بخيت الحمد لله، انا اون طران دو فير لي غوتوش طويله، نحطو لها في لي اكسسوار، هاي ليك غنديرها في لي اكسسوار. كملنا لا كواف، كملنا الماكياج، ان شاء الله تشوفوها ابخي بلا توني. انا كملنا لا كواف تاعنا، المانكا اللي كملناها الاولى انا قطعلينها كوافير 3D. بور لا كوافير 3D اوني اوبليجي دو كوفري لي شوفو، دونك الاولى درنا لها بروشينغ هاوليك ليس، ورانا دركا اون طران دو كوفري هاوليك لو كوفخير اللي عاوننا. شوفوا كيفاش نرجعوا الشعره كوفخيه باش تعطينا اون كوافير 3D تعاوننا في الخدمه تاعنا. وكم مانكا تاعي ديال لي شوفو لون وعندها الفيزاج توجور اللي تعجبني ولي تعجبني في كوافير اوت، غادي ندير كوافير 3D اوت ان شاء الله، كي نديروها ونكملوها راهي تعجبكم. دوزيام ماكياج تاعنا انا درنا لها كوافير لاشي، ان شاء الله برك تعجبكم. واللي تخدم معايا الكوافير سي ماسور، الله يعطيها الصحه ان شاء الله، وهي سبيسياليتي تاع الكوافير. هاوليك درت لنا كوافير لاشي وسا كانت كوافير غاماسي ولا تخوا بور لو دو بروميير ماكياج. قلنا لكم الحمد لله كوافير 3 دي طالعه، جيسبر ان شاء الله برك يعجبكم خدمتنا. هاوليك انا درنا لها لا فينيسيون، وليكيب كامله الله يعطيها الصحه، ليكيب كامله تاع فاتحه بالحمري، كواكسسوا اللي تماكيي اللي تكوافي كامل يعطيهم الصحه. الماكياج تاعنا اللي كوفرينا الساع شعرها اللي كنتو تشوفوا فينا، هاي اللي دروك لا كوافير انا كملناها، انا طلعينها لا كوافير 3D. اللي قلت لكم بلي لا كوافير 3D الي اوبليجي دو كوفري، تعطيك هذا الشعر شوفوا كيفاش تحسوه بلي فريزي، بصح هي اللي طلعناها لي فلور هادو 3D. كل ما نكوفريوش ما نقدروش نطلعوها هاد لا كوافير.
امبوسيبل. كون يكون ليس كيما فهمتكم الساع ما نقدرش نخدم هاد لاكوافير بالليس، اوبليجي نكوفري بطلع لي هاد لاكوافير. ان شاء الله برك نتمنى تكون عجبتكم. هاي اللي كملنا لكم هكا، ها نشوفوا كيفاش انا كملنا لها. نروحوا توجور لا سوربريز اللي طالع لنا ان شاء الله بربي. لبسة تقليدية وعصرية تعرضها السيدة فتيحة بالحمري في محلها بمختلف الألوان والأشكال، ما جعلها الرقم واحد في هذا المجال بولاية مستغانم. شدة المستغلميات تاعنا المعروفة، كامل المستغلميات يلبسوها هاي بالردة، ردة تاعنا بشدة المستغلمية هاي المعروفة. وهذه الشدة تاعنا هي الرمز من رموز تقاليد تاعنا تاع مستغاليم اللي راهي باينه هايلة. واليوم غادي تشوفوا بزاف صوالح اللي غادي تلقاهم عند فتيحة بالحمري، تبعوني. Bonjour, bonjour, مرحبا بكم. Je me présente, je suis Inès Belhamri. مرحبا بكم دروك انا في الانستيتو Inès Beauty. وكيما على بالكم je suis la fille de Fatiha Belhamri اللي هي حلاقة وعندها ان بوبليك الله يبارك ما شاء الله. جينا اليوم نحكيو على فتيحة بالحمري اللي بدات مشوار تاعها صافي بيان دي زاني ملي كان تقريبا في عمرها 20 عام اللي هو السن اللي راني فيه انايا. بدات هذه المهنة تاعها بكل حب
بكل مصداقيه سورتو كانت تبغي واش دير كانت تبغي تشوف لي كليون تاعها توجور ساتيسفايت صافي بيان 25 عام راهي في هذا لو دومين وكيما قلت لكم ملي كانت في عمرها 20 عام قررت هي تحل هذا تحل لانسيتو تاعها بالمناسبه كيما لقاتني نحب هذا الدومين نبغي هذه الخدمه وكبرت في وسطها في كبره في وسط ان صالون وين تشوف الماكياج تشوف لي كوافور تشوف لي كليون داخلين خارجين حبيت كيما ماما نحل لانسيتو تاعي ونكبر هذا الدومين اللي رانا فيه اللي بداتو ماما وراح نكملو انا ومازال خير القدام نروح نشوفو لانسيتو تاعنا ونعاودو نولو اللي تروح عند ماما ولا تجي عندي سي لا ميم شوز اللي تلقاوه في لانسيتو تاع ماما ولا في لانسيتو تاعي غير كيف كيف يد وحده خدمه وحده والحاجه اللي نسعوا ليها سي كو توجور نكونوا في القمه وندخلوا لكم جديد لو بلوز امبورطون سي لا كليونت كي تخرج من عندنا تخرج ساتيسفايت فرحانه من كوتي تاع لاكوي ولا من كوتي تاع الخدمه ولا من كوتي تاع لو بري مرحبا بكم وكونسيرنون لانسيتو تاعي راح تلقاو فيه كوتي اونغلوري بيديكور لي سوان لا ميزوثيرابي كوتي كوافور كل ما يخص الجمال رانا هنايا مرحبا بكم الناس مستغان مكامل اللي راهم يشوفوا فينا لو سالون جاي ا موستاغانم سالاموندر مرحبا بكم عندي عند ماما تقال الشوب وبغيت نشكر كامل اللي راهم يتبعوا فينا كامل اللي دعمونا من البداية وما زالوا واقفين معنا ونشكر تاني والدي وخاصة ماما كيما راها في الدومين اللي حبيته أنا وكبرت في وسطه اللي بدأ مشجعتني اللي بدأ تحوس تشوفني في القيمة كيما هي راهي في القيمة نشكرك بزاف وأي واحدة فيكم عندها موهبة تحب حاجة اختي قدمي فيها أسات وكازيون بغيت نشكر ماما بزاف بزاف من البداية هي واقفة معايا وما زالت واقفة معايا وتشجعني وبغيت نقول لك جو سوي تري تري فيير دو توا فيير بالشي اللي مديتيه لنا وما زلت تمديه لنا ربي يطول في عمرك وان شاء الله مزيد من النجاح ان شاء الله يكون عجبكم الديفيلي دو تاعي وكامل لي توني اللي جوزتهم لكم والحانوت تاعي ان شاء الله حتى لي كواف الماكياج كامل ان شاء الله كلش عجبكم ونتمنى ان شاء الله يا ربي بون على فكمل نمد لكم تشوفوا هاي لا ماري بسم الله ما شاء الله عليها وان شاء الله نتمنى هذه اللحظه وهذه اللبسه تاع لا غو بلونش كامل البنات الجزائر كاع كيما راهم ان شاء الله قاعد نتمنى وان شاء الله كاع البنات مستغالين واي بنت تكون في اي ولايه ان شاء الله بربي تتزوج من صغالين وتجي عندي مرحبا بها تكون توجور كاين بزاف اللي يجوا من اي ولايه يجي يكونوا يتزوجوا في صغالين يجوا على افونس اون جورني على افونس ويجوا يكوافوا عندي ثاني نقول لهم مرحبا بكم ونشكر الطاقم كامل الفني اللي جا عندي وكما قال لك جاو تال عندي وشقاو عندي ربي يحفظهم ان شاء الله ونشكر كامل ليكيب فاتحه بالحمري سواء في الصالون كوافير تاعي سواء في البوتيك تاع لوكاسيون تاعي ربي يحفظهم وان شاء الله كامل كيما فرحوني واللي بداو واقفين معايا انا ثاني ان شاء الله نوقف معاهم ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم ونشكر بنتي
اللي جازت الساعة معاكم وراكم رحتوا البوتيك تاعها وشفتوه. الحمد لله يا ربي كما راهي حكيت لكم اللي جاز عليا جوزتو على بنتي، وكما درت الفرع تاع بنتي نتمنى ثاني ان شاء الله فرع واحد اخرى الا كتب الله تعالى، وانتم عليكم بالدعوه وانا عليا بالخدمه، وان شاء الله نتمنى المزيد والمزيد والمزيد، ونطلب منكم توجور تشجعوني ونخليكم مع الديفيلي دمود تاعي، ونخليكم على ماغي دوك الجوز قدامكم، ونشكر الجزائر انوان، ونقول لكم حبيبتي مع السلامه. زيارة خفيفة استكشفنا من خلالها محل السيدة فتيحة بالحمري الذي يقصده الزبائن من كل الولايات، خاصة منهم عشاق الموضة والجمال. أصلنا غير هادي نقولها وهي كي نجيبها كاع شوية صعيب. واليوم غادي تشوفوا بزاف سوالع. لا بقاو معانا بقاو معانا جيت نقولها خليني نقولها غير هادي ومازي صعيب. ما على باليش كي شفتوا فيا نتوما بانيكيت. لكم كامل واش راه عندنا صعيب بانيكيت. أنا مانيش عندكم. عندي سوربريز بزاف شابة اللي جبتها لكم. بقاو معانا. هذا مكان. عاود عاود. لا لا تا خويا حنبوك دقيقة ابراهيم. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك سنة سنة. جات مليحة؟